محافظة على التاريخ. يكتبها يوسف عساف ويخرجها يوسف الحشاش. يشتهر شارع سافيل رو في منطقة مايفير الشهيرة في وسط لندن بانتشار محلات الخياطة الأنيقة والتي اشتهرت بتفصيل ملابس الملوك والملكات وأبنائهم منذ أكثر من 150 عام. في 18 من شهر إبريل عام 1872 دخل أحد هذه المحلات شاب وسيم تدل ثيابه الأنيقة وقبعته اللافتة للنظر على أنه أمريكي ثري. أهلا بك يا سيدي، أي خدمة؟ شكرا لك، أخبروني أن محلكم من أشهر المحلات في الشارع لتفصيل البدل الرجالية. لم يكذبوا عليك يا سيدي، فمحلنا من أفضل المحلات وأشهرها في لندن. نعم هذا ما سمعته، لذلك أريد أن خطأ يا سيدي، خطأ. وما هو الخطأ يا سيدي؟ أخطأ من أخبرك بأننا من أفضل المحلات وأشهرها في لندن، لأننا الأفضل والأشهر في الإمبراطورية كلها. لابد وأنك السيد إدوارد صاحب المحل. نعم أنا هو. إلى جانب ما أخبروني به حول سمعة المحل وجودة بضاعته، أخبروني أيضا أن صاحبه السيد إدوارد رجل لطيف يعامل زبائنه كأصدقاء. هذا شعاري يا سيدي، الزبون صديق قبل أن يكون زبونا. كيف أخدمك يا سيدي؟ دعني أقدم نفسي أولا، اسمي فريدريك وارين، جئت إلى إنجلترا لإنشاء مصنع لتصنيع عربات البولمان للقطارات. أنت تعرف بطبيعة الحال ما هي عربات البولمان، أليس كذلك يا سيدي؟ سمعت أنها منتشرة في أمريكا، لكنها حسب علمي لم تصل بعد إلى إنجلترا. لهذا عبرت الأطلسي يا سيدي، عبرت الأطلسي لإنشاء أول مصنع لتصنيع عربات البولمان وتسويقها في إنجلترا وأوروبا. لابد وأن هذه العربات تكلف مبالغ طائلة يا سيدي. بالطبع إنها تكلف الكثير، فهذه العربات عبارة عن فنادق متحركة فيها جميع الخدمات الفندقية التي يحتاجها الزبون، فالزبون صديق قبل أن يكون زبونا. معك حق، الزبون صديق قبل أن يكون زبونا. لذلك أسألك، كيف أخدمك أيها الصديق؟ كنت أظن أنني سأقضي بضعة أيام في لندن أعود بعدها إلى أمريكا، لكن اختلفت حساباتي مما سيضطرني إلى البقاء في لندن وقتا أطول مما قدرت، لذلك أنا بحاجة لعدد من البدل. هل قلت عددا من البدل يا سيدي؟ نعم، فأنا بحاجة لعشر بدل على الأقل، مع معطفين وعباءة مطرزة. متى تريدها يا سيدي؟ ها؟ متى تستطيع تجهيزها؟ من 4 أسابيع إلى 6، على أن تجرى التجربة الأولى بعد 2 أسابيع من اليوم. لا بأس،
لأن إقامتي ستطول في لندن وقد أحتاج لملابس إضافية. اسمح لي بأخذ القياسات. جورج. نعم يا سيدي. أحضر لي سجل الزبائن. حالا يا سيدي حالا. تفضل يا سيدي. ها هو. شكرا. لو سمحت قف أمام المرآة لنأخذ القياسات. ها حدد له الخياط موعدا بعد أسبوعين تجربة الأولى، إلا أنه عاد بعد يومين لمجرد زيارة وكررها بقية الأيام التالية إلى أن توطدت العلاقة بينه وبين صاحب محل الخياطة. كانت تجربة ناجحة. نعم. وأغلب الظن أننا سننهي العمل قبل الوقت المتفق عليه. كنت واثقا من أنك ستفعلها، لكني لست على عجلة لأنني مضطر للسفر إلى إيرلندا لمناقشة بعض المشاريع التجارية هناك. وهل ستطول غيبتك؟ ربما لأسبوعين أو أقل. كدت أن أنسى. هذا ثمن البدل والمعطفين والعباءة. ولما العجلة؟ باستطاعتك تسديدها بعد أن تستلمها. أعتبر نفسي أني قد استلمتها بالفعل. هذه الرزمة فيها 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ ثم ماذا؟ إنه مبلغ كبير ولا أستطيع المخاطرة بحمله معي، لذلك كنت أتمنى أن تحتفظ به عندك لحين عودتي من إيرلندا. لا اعذرني يا صديقي، لا أستطيع تحمل مسؤولية كهذه. إنه مبلغ كبير، أرجو أن تتفهم وضعي. إني أتفهم بالطبع، لكنني غريب ولا أعرف أحدا في هذه البلاد، وأنت الصديق الوحيد الذي أعرفه وأثق به. لما لا تودعه في البنك؟ هل نسيت أني أمريكي يا صديقي؟ يوجد فرع لبنك إنجلترا قريب من هنا. لننهى. هيا. إلى أين؟ إلى فرع بنك إنجلترا الغربي في شارعنا، لنذهب. هيا. ذلك الوقت عاصمة الإمبراطورية البريطانية وأغنى مدينة في العالم، وفيها بنك إنجلترا الذي تأسس عام 1694 بأمر من الملك ويليام الثالث. وبعد قرنين من تأسيسه أصبح أقوى مؤسسة مالية في العالم وأكثرها أماناً، بحيث أصبحت عبارة آمن مثل بنك إنجلترا تشبيها مستخدما في الكثير من الأمور المشابهة. سيد إدوارد، أهلا أهلا بك. أهلا أهلا، كيف أنت يا تشارلز؟ بخير شكرا لك. هل السيد المدير موجود؟ موجود يا سيدي. هل لك أن ترى إن كان باستطاعته مقابلتي لبضع دقائق؟ بالطبع بالطبع، عن إذنك. تفضل تفضل يا سيدي. إنه بانتظار. شكرا شكرا لك يا تشارلز. بالمناسبة لما لا تأتي إلى محل الخياطة لأفصل لك بدلة؟ اعذرني يا سيدي، فأنا لا أقدر على دفع ثمنها. لا عليك، تعال وسوف أعطيك خصما جيدا. بعد إذنك يا سيدي. ماذا يا سيد وارد؟ ليكن ثمن بدلة هذا الشاب على حسابي. لم يعد لك عذرا يا تشارلز، سأكون بانتظارك. لا أعرف كيف أشكرك يا سيدي، فأنا لا عليك يا تشارلز، إنه أمر بسيط. هاري. ماذا يا تشارلز؟ رافق السيدين إلى مكتب السيد المدير، إنه ينتظرهما. نعم تفضل أيها السيدان. Thank you.
قبل خروجه من شقته المفروشة حاملا معه مبلغ 2000 جنيه، استدعى صاحبة البناية لدفع الأجرة التي لم يحن وقتها بعد. ما الأمر يا سيد آرثر؟ لما أرسلت إلي؟ أرسلت إليك لأدفع لك أجرة الشقة، لكن لم يحن وقت الدفع فأنت... أعلم يا سيدة ليزا، أعلم لم يحن وقت الدفع، لكني مضطر للعودة إلى أمريكا. هذه الأجرة التي اتفقنا عليها مع إكرامية لحسن خدمتك. أتمنى لك التوفيق يا سيد آرثر، كنت رجلا طيبا. سيدة ليزا، أنا مضطر للخروج الآن، وأريد منك أن تحزمي أغراضي لأجدها جاهزة عند عودتي. بالطبع، لكن كما ترى فسني لا يساعدني أن أقوم بهذا العمل وحدي، فهل تسمح لي أن أستعين بالحارس لمساعدتي؟ بالطبع، تستطيعين أن تستعينين بمن تريدين، وسأعطيه أجرته عندما أعود. عن إذنك. كان الخياط إدوارد معروفا لمدير البنك وكبار موظفيه، فهو عميل ثري وموثوق به، حيث قام بتقديم صديقه الأمريكي معلنا عن ضمانه له، حيث وافق مدير البنك دون تردد. سارة. سيدي المدير. أحضري لنا القهوة واطلبي من ويليام أن يأتي إليه. حالا يا سيدي حالا. أهلا بك يا سيد وارن، ربما تعرف أننا لا نتعامل إلا مع الأشخاص الذين نعرفهم ونثق بهم. أعرف هذا يا سيدي، لكن كلمة السيد إدوارد بالنسبة لنا ضمان لا يمكننا رده. أرسلت في طلبي يا سيدي المدير؟ نعم يا ويليام، هذا هو السيد فريدريك وارن، إنه أمريكي ويريد أن يفتح حسابا لدينا. لكنك قلت أنه أمريكي يا سيدي المدير. كانت سياسة بنك إنجلترا تقوم على الثقة، بحيث أن البنك لم يكن يجري أعمالا إلا مع أشخاص معروفين وموثوقين لديه. نعم إنه أمريكي، ولكن ماذا عن القانون الذي يمنع التعامل مع الأغراب يا سيدي؟ لكن السيد إدوارد يضمنه، وهي ضمانة لا يمكننا ردها يا ويليام. جهز المستندات اللازمة مع دفتر شيكات باسم السيد وارن وضمان السيد إدوارد. كما ترى يا سيدي. القهوة أيها السادة. ضعيها على الطاولة الصغيرة. حسنا. أي خدمة يا سيدي؟ شكرا لك يا سارة، شكرا. في الخدمة يا سيدي. بعد أن تمت إجراءات التسجيل، تم صرف دفتر شيكات مع دفتر حسابات للعميل الأمريكي باسم فريدريك وارن، والذي قام فورا بإيداع مبلغ 2000 جنيه في حسابه الجديد. كان مبلغ 2000 جنيه الذي أودعه في حسابه مبلغا كبيرا يعادل في أيامنا أكثر من 20,000 دولار. شكرا لك يا سيدة ليزا، لقد قمت بعمل جيد. لست أنا يا سيد آرثر، وإنما الحارس هو الذي قام بكل شيء. رأيته عند مدخل البناية وأعطيته مكافأة، وطلبت منه أن يحضر لي عربة لتنقلني إلى محطة العربات ومنها إلى ليفربول، حيث سأركب السفينة إلى أمريكا. أتمنى لك السلامة يا سيد آرثر. سيد آرثر، لقد وصلت العربة. شكرا لك، ساعدني بنقل الحقائب لو سمحت. حالا يا سيد آرثر.
يكن السيد فريدريك وارن الذي فتح حسابا في بنك انجلترا بضمان الخياط الشهير إدوارد والسيد آرثر كما عرفته السيدة الطيبة صاحبة العمارة سوى المحتال الأمريكي الشهير أوستن بيتويل. كان أوستن عضوا في عصابة احتيال يترأسها أخوه الأكبر جورج، والذي وصفته الصحف الأمريكية بأنه الوغد العبقري لمهارته في عمليات النصب والاحتيال. جورج، أعتقد أنه قد حان الوقت لمغادرة أمريكا. نغادرها إلى أين؟ إلى أوروبا. وماذا نفعل في أوروبا؟ ما نفعله في أمريكا. إذا كنا سنفعل في أوروبا ما نفعله في أمريكا، فلماذا نذهب إلى أوروبا ما دمنا نقدر على فعله في أمريكا؟ إن أوستن على حق يا جورج، فرجال بنكرتون يلاحقوننا ويضيقون علينا، لنجرب حظنا في أوروبا بعيدا عنهم. أنت مزور يا مان. فما هو الحظ الذي ينتظرك في أوروبا التي لا نعرف فيها أحدا؟ بنك انجلترا. ها؟ هذه البنك ها؟ يقولون عنه إنه قلعة آمنة وحصينة لا يمكن اختراقها. نعم، هذا ما يقولونه عن بنك انجلترا، فهو أكبر مؤسسة مالية في العالم، آمنة وحصينة وغير قابلة للاختراق. لذلك قبلت التحدي وقررت احتلال هذه القلعة الحصينة. هل قلت انك تريد احتلال بنك انجلترا؟ نعم، هذا ما قلته. سوف افعل ما لم يفعله احد من قبل، سوف احتال على القلعة الحصينة التي اسمها بنك انجلترا. وقبل ان تقاطعني دعني ابسط لك خطتي. بسط لأخيه الخطة وأسهب في الشرح. كانت خطة مجنونة دون شك، ومخاطرة جريئة لم يسبقه أحد إليها. ركب أوستن السفينة إلى إنجلترا، وبقي الاثنان جورج وماك في نيويورك بانتظار خروج عضو العصابة الرابع إدوين نويز من السجن. هل أنت أمريكي يا سيدي؟ نعم، أنا رجل أعمال أمريكي ينوي بدء بعض المشاريع التجارية في إنجلترا. أها، اسمي هيري وأنا سمسار في خدمتك يا سيدي. وما هو النشاط الذي تمارسه كسمسار؟ أمارس كل الأنشطة التي قد تخطر على بالك يا سيدي. فأنا سمسار عقارات وأسهم وسندات وغيرها، ما عليك إلا أن تأمر وأنا في الخدمة. هل تظن أني أحد هؤلاء الأثرياء الذين تستطيع خداعهم والاحتيال عليهم أيها السمسار هنري؟ أبدا أبدا يا سيدي، لم يخطر هذا ببالي على الإطلاق. حسنا يا هنري، إني أصدقك، فهل ترغب بالعمل من أجلي؟ وما هو العمل الذي تريد مني القيام به يا سيدي؟ قلت لك إني رجل أعمال وأني أنوي تأسيس بعض المشاريع التجارية في إنجلترا وبعض العواصم الأوروبية. هذا أمر جيد يا سيدي، فأنت تعلم أن إنجلترا تتزعم النهضة الصناعية في أوروبا كلها. لهذا السبب أرغب بتأسيس مشاريعي في إنجلترا أولا، لكنني بحاجة لبعض المعلومات. ما هي المعلومات التي تريدها يا سيدي؟ طلب منه تزويده بالنشرات الاقتصادية الدورية التي تصدر من الجهات الرسمية، كما وطلب منه تزويده بمعلومات عن نشاط البنوك لاختيار البنك الذي سيتعامل معه عند البدء بمشاريعه التجارية. أحضر له السمسار هنري ما يريده من معلومات، مع التركيز على المعلومات المتعلقة ببنك انجلترا. هذا
كل ما استطعت الحصول عليه من معلومات يا سيدي هنا. قمت بعمل جيد يا هنري، شكرا لك. ومتى ستبدأ بتنفيذ مشروعك التجاري يا سيدي؟ بكل أسف يا هنري، أنا مضطر لتأجيل المشروع. لماذا يا سيدي؟ ماذا حدث؟ لقد وقعت بعض المشاكل المادية مع شركائي في أمريكا، لذلك أنا مضطر لإنهائها قبل الانشغال بأي مشاريع جديدة. هل ستطول غيبتك يا سيدي؟ لا أعرف يا هنري، لن أعود إلى إنجلترا قبل أن يستقر الحال وتهدأ الأمور مع شركائي هناك، لكن لا تقلق، ما إن أنهي هذه المشاكل حتى أعود وأتصل بك. تأكد أني سأكون على اتصال بك. بطبيعة الحال كل ما أراده هو التخلص منه وإبعاده عنه قبل البدء بتنفيذ الخطة التي جاء من أجلها، فلم يسافر إلى أمريكا، وإنما انتقل إلى فندق آخر باسم جديد. بعد أن اكتملت تحرياته عن البنك وطريقة تعامله مع زبائنه، بدأ رحلة البحث عمن يقوم بتقديمه وضمانه لدى البنك، وقادته تحرياته إلى الخياط إدوارد ليجد فيه الشخص المطلوب لتنفيذ خطته. أي خدمة يا سيدي؟ أنا أمريكي واسمي تشارلز هورتون، أريد فتح حساب من فضلك. هل تسمح لي برؤية بطاقتك الشخصية يا سيدي؟ نعم بالطبع، تفضل. أريد لو سمحت أن يتم الدفع عن طريق بنك إنجلترا. هذه الشيكات التي أرغب بإيداعها في حسابي هنا على أن يتم تحصيلها عن طريق بنك إنجلترا. بعد أن أخذ الموظف موافقة مدير البنك واعتماد الشيكات التي قدمها العميل من ثلاث مؤسسات محترمة ومعروفة، تم فتح حساب باسمه في بنك آخر على أن يتم الدفع عن طريق بنك إنجلترا. خرج زميلهم الرابع إدوين نويز من السجن، وسافر الثلاثة إلى إنجلترا للانضمام إلى أوستن لتنفيذ أكبر عملية احتيال يتعرض لها بنك إنجلترا في تاريخه. لقد قام أوستن بعمل عظيم عندما نجح بفتح حساب في بنك إنجلترا بكفالة الخياط إدوارد وضمانه الشخصي. قبل وصولكم قمت بعدة عمليات سحب وإيداع منتظمة في بنك إنجلترا لإعطاء الحساب حيوية وتحسين سمعتي كرجل أعمال لدى البنك. السنة على وشك الانتهاء، لذلك علينا تجهيز الكمبيالات والسندات المزورة وتقديمها مع مطلع السنة الجديدة على أن تكون قابلة للصرف بعد 3 أشهر من تاريخها. وأنا سأنتظر إلى أن تنهوا عملكم فأجمع ما قمتم بتحصيله وتهريبه إلى أمريكا على شكل سندات أو قوالب ذهبية. لقد بدأ إدوين بجمع الغنائم قبل أن نبدأ الحرب. أليس هذا عملي أيها الطبيب، جمع الغنائم والتصرف بها؟ قلت لك مرارا لا تنادني بالطبيب. هل تخرجت حقا من كلية الطب يا ماك؟ نعم لقد تخرجت من كلية الطب في جامعة هارفارد، لكني لم أمارس الطب إطلاقا. لماذا إذن تعمل في التزوير والنصب والاحتيال ولا تمارس مهنتك الحقيقية كطبيب؟ لا تتوقع
أن أقص عليك حكاية خيالية حول السبب الذي جعلني أهجر مهنة الطب والتي لم أعمل بها من الأساس. كل ما في الأمر أن حياة المغامرة استهوتني، فأنا ماهر بنسخ الأشياء وتقليدها، كما وأتقن عدة لغات منها الفرنسية والإسبانية. عجيب أمرك أيها الطبيب. أقصد يا ماك، تحمل شهادة في الطب وتجيد عدة لغات وتختار حياة النصب والاحتيال والسجن إنه حظي التعس يا إدوين الذي جعلني ألتقي بكم وأكون على ما أنا عليه، نصاب ومحتال. حسنا، سوف نحتاج لقوالب طباعة لعملية التزوير، وبطبيعة الحال لن نخاطر بشرائها من لندن. سوف أسافر إلى باريس وأحاول الحصول عليها من هناك، فأنا أتقن الفرنسية كما أخبرتكم. جيد جيد، وأنا سأقوم بجولة على العواصم الأوروبية للحصول على مجموعة من الكمبيالات الفارغة ومطبوعة بلغات مختلفة، كما وسأحاول الحصول على سندات ووثائق أصلية تحمل أختام وتوقيعات بيوت المال المحترمة في أوروبا. بانتظار عودتكما سأقوم بتقديم إد لمدراء البنوك على أنه مساعدي الشخصي لمنحي الصلاحية بممارسة الأعمال البنكية الخاصة بي نيابة عني. نجح جورج بيدويل في الحصول على مجموعة كبيرة من الكمبيالات الفارغة وسندات صرف أصلية تحمل أختاما وتوقيعات من عدة مؤسسات مالية معروفة وبلغات مختلفة. في هذه الأثناء تعرف أوستن على فتاة ريفية جميلة والتي انبهرت بمظاهر الثراء البادية عليه، فتعلقت به وأحبته. جيمي، عليك أن تتركي هذا الشاب، إنه ليس جيدا على الإطلاق. لكنني أحبه يا أمه، أحبه وسوف أتزوجه. هل طلبك للزواج؟ لقد تحدثنا بهذا الأمر ولم نتفق بعد، لكننا سنتزوج. قلت لك مرارا إني أعارض هذا الزواج ولن أسمح به، إنه سيء السمعة وقد يكون مجرما هاربا من بلاده والشرطة تلاحقه. إنه شاب طيب ويحبني وليس مجرما ولا قاتلا ولا يلاحقه أحد. يا ابنتي، لا أريدك أن تعيشي في شقاء ولا أريدك أن تندمي بقية حياتك. لن أسمح لك بالزواج منه، إنه رجل غريب سيتركك في أي يوم دون أن تعرفي أين هو وإلى أين ذهب. إنه رجل ثري وينفق علي بسخاء، زواجي منه سينقذنا من حالة الفقر التي نعيش فيها. إنني أفضل حياة الفقر على أن يسيء إليك هذا الرجل أو أن يسبب لك أي ألم. اتركيه، اتركيه يا ابنتي، اتركيه. كانت الأم قد سألت عن هذا الشاب الأمريكي الذي يواعد ابنتها، فلم تسمع عنه ما يطمئنها على مستقبل ابنتها، فعملت على إقناع ابنتها بتركه، إلا أنها أصرت على التمسك به وبثروته. في نيويورك كانت مؤسسة بنكيرتون تحقق بحادثة سطو على البنك الوطني في بالتيمور، وتلاحق رجلا اسمه تشابمان كمشتبه به في السرقة. هل من أخبار عن المشتبه به تشابمان؟ آخر ما وصلنا عنه أنه يستعد للسفر إلى لندن. ولماذا يسافر إلى لندن؟ لم نعرف بعد، لكنه استلم رسالة من لندن وبعدها بدأ يجهز نفسه للسفر، وسوف يغادر بعد يومين. إنه مزور خطير،
والسماح له بالسفر إلى لندن يعني أنه يسعى وراء جريمة هناك. هل نتصل بالشرطة المحلية ونقبض عليه قبل صعوده إلى السفينة؟ لا لا لا، لكن احجزوا لي على السفينة المغادرة إلى لندن. ها، تلحق به إلى لندن؟ نعم، سألحق به إلى لندن، وقد أتمكن من القبض عليه بالجرم المشهود، وأعود به والأصفاد في يديه. لم يدرك جورج بيدويل خطأ باستدعاء جو تشابمان من أمريكا لمساعدة ماك في عمليات التزوير إلا في وقت متأخر، لأنه بمجيئه إلى لندن جاء خلفه ويليام بنكيرتون. تابعت عيون بنكيرتون وصول المزور من أمريكا وقدمت تقريرها لرئيسها عند وصوله إلى لندن. أهلا أهلا بك يا سيد بنكيرتون، تفضل تفضل بالجلوس. شكرا لك يا سيد المدير. هل جئت لفتح حساب في بنكنا يا سيد بنكيرتون؟ ما أعرفه أن بنك إنجلترا لا يفتح حسابا للأغراب إلا بوجودك فيه. بالنسبة لشخص مشهور مثلك سيكون هناك استثناء. كيف أخدمك يا سيد بنكيرتون؟ في الحقيقة أنا الذي جئت لتقديم خدمة لكم. هذا أمر لافت للنظر، وما هي هذه الخدمة يا سيدي؟ سيدي، جئت إلى لندن خلف مجرم مشتبه به في سرقة بنك في بالتيمور. وهل عثرت عليه يا سيد بنكيرتون؟ العثور عليه لم يكن مشكلة على الإطلاق، فرجالي يلاحقونه منذ اللحظة التي وصل فيها إلى الميناء، لكن المشكلة هي أني شاهدته مع مجرم شهير ومعروف في بلادنا اسمه أوستن بيدويل. من حسن حظك أنك عثرت على مجرمين بدلا من واحد. وهل قبضت عليهما يا سيدي؟ لا، لم أقبض عليهما. ما دمت تعرف أنهما مجرمان فلماذا لم تقبض عليهما؟ لأنه لا يوجد لدي دليل يجعلني أقبض عليهما، لكنهما من لصوص البنوك المعروفين في بلادنا، وقد قبض عليهما ودخل السجن أكثر من مرة. إني أتساءل، لماذا تخبرني بهذا يا سيدي بدلا من الشرطة الإنجليزية؟ إنه تحذير يا سيدي، فوجودهما معا يعتبر من وجهة نظري تهديدا للمؤسسات المالية في لندن. هل تعني أنهما قد يسرقان بنك إنجلترا يا سيدي؟ لا أدري إن كان بنك إنجلترا أم غيره، لكني جئت محذرا راجيا أخذ الحيطة والحذر لحين مغادرتهم البلاد. اطمئن اطمئن يا سيد بنكيرتون اطمئن، فالنظام الذي تعمل به بنوك انجلترا يختلف عن النظام المعمول به بلادكم، فاذا كانوا قد نجحوا بسرقة بنك او اكثر في امريكا فلن ينجحوا هنا ابدا. ان بنك انجلترا قلعة غير قابلة للاختراق. مع ثقة التامة بما تقول، إلا أن هذا لا يمنع أخذ بعض الحيطة والحذر. أشكرك على أي حال، وسوف أنقل ما قلته إلى أعضاء مجلس الإدارة وأطلب منهم توجيه كتابي. شكرا لك لحسن اهتمامك. قام ويليام بنكيرتون بزيارة إلى مركز شرطة لندن وأدلى إليهم بشكوكه حول عصابة التزوير المحتملة، ثم قفل راجعا إلى أمريكا ليحتفل بأعياد الميلاد مع عائلته. ليلة الاحتفال بعيد الميلاد دعا جورج بيدويل زملائه المزورين لاحتفال صاخب في أحد الفنادق الفخمة، حيث عرفهم على صديقته الجديدة نيلي. أيها السادة، عزيزتي نيلي أعدت لكم هدايا اختارتها بنفسها.
أحببت أن أفاجئكم بها في ليلة عيد الميلاد. لقد أعدت العزيزة فرانسيس هدايا لتفاجئكم بها، لكن نيلي طلبت منها تأجيل تقديمها إلى حفل رأس السنة الجديدة. انتظروا. انظروا. ماذا ماذا؟ إنها أوشحة مطرزة عليها أسماؤكم بخيوط ذهبية. خذوا خذوا، ليأخذ كل واحد منكم الوشاح الذي يحمل اسمه. إنه وشاح جميل. شكرا لك يا نيلي، شكرا. أتمنى لكم عيد ميلاد سعيد. أيها الأصدقاء، لدي ما أخبركم به، فاسمعوني. ما هي المفاجأة التي أعدها أوستن بيدويل لشركائه أفراد العصابة؟ أيها السادة، أيها السادة، قبل أن يخبرنا أخي أوستن بالمفاجأة التي أعدها لنا، أحب أن أؤكد لكم أن خطتنا تعمل بنجاح، وأن بنك إنجلترا قبل السندات العشرة الأخيرة التي أرسلناها إليه قام بتحويلها إلى حساب هورتون في البنك الآخر. هذه أخبار طيبة يا جورج، تستحق الاحتفال بالفعل. نعم. لكن ما الخبر الذي ستفاجئنا به يا أوستن؟ مع احتفالنا بنجاح خطبتنا، أخبركم بأنني نويت الزواج من جيني. فاجأ جورج بما سمع، لكنه لم يعترض، وإنما عمل على تقديم بعض النصائح لأخيه الأصغر. أوستن عزيزي، من الخطأ التعجل باتخاذ قرار الزواج قبل الاستقرار. ماذا تعني بالاستقرار؟ الاستقرار في كل شيء، في العمل والمنزل والاستعداد للحياة الزوجية بما فيها من مسؤوليات الزوجة والأبناء. لكنك متزوج منذ أكثر من 12 عاما، ولم أسمعك تذكر مسؤوليات الزوجة والأبناء. لأن مارثا زوجتي امرأة طيبة ونبيلة الأصل، وأعترف أنني مقصر بحقها وحق أطفالي منها، كما وأعترف أنني فكرت كثيرا بترك هذه الحياة والعودة إليها والعيش معها ومع أطفالنا. وما الذي منعك من العودة إليها؟ لأنني جبان يا أوستن. نعم جبان، لم أجد الشجاعة التي تجعلني أعود إليها وجيوبي فارغة. عموما، لنعود إلى مسألة زواجك من جيني. هل أنت متأكد من حبك لها؟ أنا متأكد من حبها لي. ما دمت متأكدا من حبها لك فلا تتردد بالزواج منها. تزوج وعد معها إلى أمريكا، وابدأ العمل في مهنة مشروعة تبقيك مع زوجتك وتبعدك عن المشاكل. لقد حددنا موعد الزواج في 8 يناير القادم. حسنا حسنا، تزوج في الموعد الذي اتفقتما عليه، ثم اذهب بها في رحلة شهر العسل إلى بعض العواصم الأوروبية، وبعدها إلى أمريكا، وانتظرنا هناك. وماذا عن بنك إنجلترا؟ أصبح أمره منتهيا، فالبنك ومدير البنك بين أيدينا. بعد زواجهما انطلقا في رحلة شهر العسل كما خطط لها أخوه الأكبر جورج. سافرا إلى باريس، ومنها إلى إسبانيا وجزر الهند الغربية، واستقرا في منزل جميل في العاصمة الكوبية هافانا. وبدأ جورج بيدويل وأفراد عصابته لعبتهم الكبرى
في الاحتيال على بنك انجلترا. كيف الأحوال يا إدوين؟ جيدة جدا يا جورج. قبل حلول تاريخ الاستحقاق في نهاية شهر مارس سيتجاوز المبلغ الذي تم تحويله 100,000 جنيه. وأين المبلغ الآن يا إدوين؟ حسب الخطة قمت بتوزيعه ما بين أموال نقدية وسندات وسبائك ذهبية مع التنقل بالسحب والإيداع النقدي بين حسابي وارن في بنك انجلترا وحساب هورتون في البنك الاخر. انها حركة معروفة في عالم المال لابقاء الحسابين مفعلين حتى لا يلفتا الانظار. فالسحب والايداع يوحي ان صاحب الحسابين يقوم بصفقات تجارية بشكل منتظم. بالضبط. هل ارسلت شيئا الى امريكا يا ادوين؟ اشتريت سندات أمريكية وأرسلتها إلى أمريكا بالبريد، والتي ستكون بانتظارنا في صندوقنا البريدي عند عودتنا. الخطة تسير بنجاح. علينا أن نتجهز لمغادرة إنجلترا قبل حلول تاريخ الاستحقاق، وإلا انكشف أمرنا. إن خطتنا متينة غير قابلة للانكشاف يا جورج. حتى لو انكشفت فلن يصل إلى أي واحد منا، لأنه لا أحد يعرف أسماءنا الحقيقية. أتمنى ذلك يا ماك، لكن تذكروا أن أي إهمال مهما كان بسيطا أو أي خطأ عارض بالصدفة قد يفسد الخطة ويحول النجاح إلى فشل. تحذير قوي في وقته ومكانه، لكن لم يكن أحد يتوقع أن جورج نفسه هو من أفشل الخطة وحول النجاح إلى فشل بسبب خطأ تافه. تجاوز إجمالي المبالغ التي تمكنت العصابة من سحبها من بنك انجلترا حاجز 100,000 جنيه استرليني، والتي تعادل في ايامنا اكثر من 10 ملايين دولار. اعتقد انه قد حان الوقت للبدء بحزم امتعتنا والمغادرة. ولم العجلة؟ ما زال لدينا اكثر من شهر قبل حلول تاريخ الاستحقاق. نعم هذا صحيح، لكن أرى أن نغادر قبل وقت كاف حتى لا نلفت الأنظار إن تأخرنا أكثر. أعتقد أن الحصول على 1,000 إضافية ليس أمرا سيئا. ماذا تقولين يا فرانسيس؟ أتفق مع ماك، كسب 1,000 إضافية أمر جيد. حسنا، لتكن آخر عملية نقوم بها ثم نجمع حاجياتنا ونغادر. أعماهم الطمع وغاب عن بالهم القول الشائع الطمع ضر وما نفع. لم يكتفوا بعشرات الآلاف التي سحبوها حتى الآن، وطمعوا 1,000 إضافية. قدمت العصابة آخر دفعة من سنداتها المزورة. كانت السندات بقيمة إجمالية تصل إلى 26,000 جنيه، ما يعادل في أيامنا حوالي 3 ملايين دولار. بعد إذنك يا سيدي المدير. ادخل أيها المحاسب، ادخل. شكرا لك، شكرا. نعم سيدي. نعم. هذه السندات قدمت بالأمس لإيداعها في حساب السيد فريدريك وارين. حسنا، ولماذا لم يتم إيداعها بعد؟ لأنني عند التدقيق وجدت هذين السندين هنا دون تاريخ. معك حق، إنهما بلا تاريخ، لابد وأنه خطأ قد وقع سهوا. بماذا تأمر يا سيدي؟ هل أعيدهما إلى العميل لتصحيحهما؟ السيد فريدريك وارن إنه عميل مهم ولا يجدر بنا إزعاجه. فماذا يا سيدي؟
بدلا من ازعاج العميل ارسلهما الى المكتب الذي اصدرهما لصالحه واطلب منهم تصحيح الخطأ، انه امر سهل. كما تأمر يا سيدي. استدعى المحاسب احد المراسلين وشرح له الامر وطلب منه احد سندين الى مكتب شركة التصدير لتصحيح الخطأ. عفوا يا سيدي، هل تسمح لي بمقابلة المدير المسؤول؟ انا المدير المسؤول، بأي خدمة؟ سيدي انا اعمل في فرع بنك انجلترا الواقع في سافيلو، وقد اسلتني ادارة المحاسبة لتصحيح التاريخ على هذين السندين الماليين الصادرين من شركتكم. عريني تفضل. نحن لم نصدر هذه السندات. عفوا يا سيدي. لقد سمعتني، لم تصدر شركتنا هذه السندات، انها سندات مزورة. خيال السماء، سندات مزورة في بنك انجلترا؟ بسبب العجلة والطمع وقع المزور الخبير في خطأ بسيط أفشل الخطة بكاملها. لم يتم إدراج التاريخ في سندين من بين 24 سندا. في 28 من شهر فبراير عام 1873 وقبل شهر كامل من حلول تاريخ استحقاق السندات المزورة، انكشف أمر العصابة التي هزت الإمبراطورية البريطانية. قلت لي إنك من فرع البنك في سافيلو؟ نعم يا سيدي، أنا من فرع البنك في سافيلو. هذا التزوير يتعلق بنا كما يتعلق بالبنك. ها؟ انتظر، سأذهب معك لمقابلة المسؤولين في البنك. كانت المفاجأة صاعقة عندما سمع مدير فرع بنك انجلترا بأن السندات مزورة، وطلب مراجعة حساب الثري الأمريكي فريدريك وارن. لم يكن من الصعب على المحاسبين في البنك أن يربطوا بين حساب المدعو فريدريك وارن في بنك انجلترا وحساب تشارلز هورتون في بنك كونتيننتال، وتم إبلاغ شرطة سكوتلاند يارد. من فضلك. أي خدمة يا سيدي؟ أنا مساعد السيد هورتون وأنتظر تحويلا من بنك إنجلترا. لحظة من فضلك. نعم، لقد وصل التحويل. ممتاز، هل يمكن تسليمي إياه نقدا من فضلك؟ بالطبع بالطبع، لحظة من فضلك. نعم. سيد فرانك، سيد فرانك، إنه هو. هل أنت مساعد السيد تشارلز؟ نعم أنا هو. ما هي العلاقة بين السيد فريدريك والسيد تشارلز؟ أنا أعمل مع السيد هورتون ولا أعرف من هو السيد الآخر الذي ذكرت اسمه. أيها الضابط، إنه الشخص المطلوب، باستطاعتك اعتقاله بتهمة الاحتيال. لا لا لا، لماذا تعتقلونني؟ ما الذي فعلته؟ ستعرف كل شيء في مركز الشرطة، خذه أيها الضابط. انتظر لنتفاهم. عند الظهر عرف جورج باعتقال إدوين فأسرع إلى محل إقامة ماك. كيف انكشف الأمر؟ ما الذي فعلناه خطأ؟ لا أدري كيف انكشف ولا أدري ما الذي فعلناه خطأ. ما أعرفه أن علينا التخلص من كل الأدوات التي استخدمت في التزوير، الأوراق والأحبار والقوالب، يجب أن نتخلص من كل شيء. معك حق، من حسن الحظ أن نار المدفاة مشتعلة لنرمي كل شيء فيها. لا 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 لا، لا ترمي بكل الأوراق، احفظ لي ورقة مع قطعة نشاف. لماذا؟
لأنني أريد أن أكتب رسالة وسوف أحتاج لقطعة نشاط. نرمي بالأبراج. اسمع اسمع، علينا أن نفترق ونغادر إنجلترا بأي طريقة. ماذا عن إدوين؟ لا أدري، عموما لا تقلق عليه، لن يعترف ولن يخبرهم بشيء. هيا هيا دعني أساعدك بحزم أغراضك. لماذا الأغراض؟ دعني 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 أكتب الرسالة وسأكون جاهزا. أين قطعة النشاف؟ خذها هيا. لقد انتهينا. باستطاعتك أن ترمي كل شيء في نار المدفأة، أنا جاهز. ارتكب جورج خطأ فادحا بأن وضع ورقة النشاف جانبا ولم يرمي بها في نار المدفأة، حيث ظهر عليها أسماء بنوك مع أسماء صانعي القوالب وتجار الأوراق وغيرهم، مما جعلها دليلا قويا بيد رجال الشرطة. وفي اليوم التالي ظهرت أخبار الجريمة على الصفحات الأولى من صحف لندن تحت عناوين مثيرة مثل التزوير العظيم وسرقة القرن. أنا قادمة. نعم يا إلهي، ما هذا؟ إنه أنا يا نيلي، أنا. لم أتعرف عليك، حسبتك لسا. لماذا حلقت شاربك؟ لا يهم حلق الشارب الآن، المهم أنني في مشكلة. ما هي المشكلة؟ ماذا فعلت يا جورج؟ ليس هذا وقته. اسمعي، في هذه الورقة أسماء الفنادق التي أقمت فيها، وما تزال الغرف محجوزة باسمي. أريد منك أن تذهبي إليها وتجمعي أغراضي وأمتعتي وتقابليني في محطة القطارات. لماذا محطة القطارات؟ لأننا سنتوجه إلى ويلز ثم إلى نيويورك. هل ستأخذني معك إلى نيويورك؟ نعم سأأخذك إلى نيويورك. هيا هيا لا تضيع الوقت، اذهبي بسرعة وقابليني في المحطة. فعلت كما طلب منها، جمعت له أغراضه وأمتعته وذهبت إلى المحطة لتجد الشرطة في انتظارها. عندما غادر ماك مسكنه ذهب إلى مسكن صديقته فرانسيس، والتي تفاجأت بالحالة التي ظهر بها. ماك، ماذا جرى؟ ما هذه الهيئة؟ هل أنت بخير؟ أنا بخير الآن على الأقل. ماذا تعني الآن على الأقل؟ هل أنت هارب من أحد؟ لقد وعدتك بأن أخذك معي إلى نيويورك، فهل أنت مستعدة لمرافقتي؟ بالطبع مستعدة. متى سنغادر؟ غدا، قابليني غدا في ليفربول، سنركب السفينة من هناك إلى نيويورك. يا إلهي لا أصدق أني سأذهب إلى أمريكا، أحبك يا ماك. أعرف أنك تحبينني، هيا بسرعة ساعديني بحزم ثيابي وأمتعتي. هيا. ساعدته بحزم ثيابه وأمواله مع كمية من السبائك الذهبية والسندات المالية على أن يقابلها في اليوم التالي في ليفربول. انتظرته في ليفربول لكنه لم يظهر. شعر بالخوف فعبر القنال الإنجليزي إلى فرنسا، ومنها استقل الباخرة إلى نيويورك. ما اسمك وماذا تعملين؟ اسمي نيلي، وأعمل نادلة، وأريد أن أعرف لماذا قبضتم علي. وجدنا في الحقيبة التي كانت معك مبلغ 2700 جنيه. من أين حصلت على هذا المبلغ؟ إنه ليس لي، كما وأن الحقيبة ليست حقيبة. إن لم تكن لك فلمن؟ إنها تخص صديقا لي اسمه جورج بيدويل، ولم أكن أعرف ما فيها. كيف وصلت إليك؟ طلب مني أن أحضرها له في أحد الفنادق التي كان يقيم فيها. ماذا تعنين من أحد الفنادق؟ ها
هل كان يقيم في أكثر من فندق؟ نعم نعم، كان يقيم في 4 فنادق، كتب لي أسماءها وأرقام الغرف التي كان يقيم فيها على هذه الورقة. هل تملكين صورة له؟ لا، عندما كنت أطلب منه أن نلتقط صورة معا كان يرفض ويتهرب. هل كان له أصدقاء أو معارف يلتقي بهم في حضورك؟ نعم، كان له أخ اسمه أوستن، وشخص آخر كانوا ينادونه باسم ماك. باعتراف نيلي اتضحت الصورة أمام شرطة سكوتلاند يارد، فعممت أوصاف جورج بيدويل وأخيه أوستن والطبيب ماك، مع رصد مكافأة 500 جنيه لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أي منهم. عند وصول الباخرة التي ركبها ماك إلى نيويورك، وجد رجال مؤسسة بنت كيرتون بانتظاره، حيث قبضوا عليه قبل نزوله من الباخرة. تظنون أنكم قبضتم علي؟ أنتم واهمون، أنا نظيف ولا يمكنكم إثبات أي شيء ضدي. لا يمكنكم إعادتي إلى إنجلترا بأي تهمة. نعم، لقد قرأت الصحف، من قام بهذا العمل شخص عبقري، له مني كل التحية، لكنني نظيف ولا علاقة لي بما حدث في إنجلترا. أرسلت شرطة سكوتلاند يارد الضابط بصحبة فرانسيس للتعرف على ماك، حيث كان محجوزا لدى شرطة نيويورك. فرانسيس، هل هذا هو الشخص المدعو ماك؟ أيها الوغد الجبان، لقد خدعتني وهربت، لماذا فعلت ذلك؟ فرانسيس، ماذا تفعلين هنا؟ جئت لأراك على حبل المشنق. إنه هو أيها الضابط ماك، الذي كان يعمل مع جورج بيدويل وأخيه أوستن في التزوير. بمساعدة شرطة نيويورك تم القبض على جورج ماكدونالد الشهير باسم ماك، وأعيد إلى لندن لمحاكمته في محكمة أولد بيلي. تمكن جورج بيدويل من الهرب إلى ويلز، ومنها إلى إيرلندا وإسكتلندا، متنكرا بشخصيات مختلفة، لكن الشرطة كانت في إثره وقبضت عليه في أدنبرا. إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ، مع تحيات يوسف عساف ويوسف الحشاش.